السلام عليكم فاميليا، مرحبا بكم. غندخلوا مباشره في الموضوع. اليوم غادي نهضر لكم على واحد الحاجه اللي هي زوينه. خرجوا بعض الاشاعات اللي كيقولوا بان كاينه تسويه ديال الاطفال اللي خلقوا هنا والديهم ما عندهمش الاوراق. خليك معايا، دير واحد لايك وخلي شي كومونتير ودير اشتراك في هذه القناه واسمعني هذه القضيه اللي غادي يقول لك خوك الطنجاوي. يعني غادي نعطيك واحد الحاجه اللي هي زوينه بزاف وتستفد منها. القناه ديالي ماشي قناه ديال يعني اي حاجه تطلع يعني خاويه نقولها، نو القناه ديال قناه المصداقيه. هنا في اسبانيا ما كاينش حاجه سميتها تعديل قانون ديال القصير، يعني اللي خلق هنا والديه ما عندهمش الوراق، خص يكون ضروري واحد من والديه يكون عنده الوراق. وهاد الناس يخرجوا في هاد الاشاعات ما كيعرفوا والو في القانون، يعني كيبغيو يغلطوا الناس، يعني كيبغيو غير المشاهده. انا ما على باليش بالمشاهده، انا باغي غير الفيديو يوصل للناس. داكشي علاش كنقول لك بارطاجي فيديو مع الناس وخلي الفيديو يوصل. يعني ما كاين حتى حاجه من هادشي هذا ديال التسويه ديال القاصرين اللي خلقوا في اسبانيا اللي عندهم والديهم ما عندهمش الوراق، لا هما يعني لا الدراري لا الوالدين ما عندهمش الوراق. يعني نفرض مثلا واحد العائله زاد عندها واحد الولد، وهاد العائله لا مراه لا راجل ما عندهمش الوراق، واش غايديروا له الوراق؟ لا، يكون عنده الحق في الطبيب في القرايه في كل شيء، ولكن ما عندوش الحق يدير الوراق حتى يكون عنده الوراق واحد من والديه. الوراق واخا غير ديال عام، المهم يكون عندهم الوراق يقدر يديروا الوراق. ما هاد الناس اللي داروا هاد الاشاعات ما كاين حتى شي حاجه. وهاد الفيديو كنشكر الاخوان ديالي، ان شاء الله حاليا ما كاين والو، ولكن في المستقبل راه غتكون شي حاجه. غير هي هضروا قال لك غيكون جديد، ولكن باقي ما عرفناش شنو غيكون دابا. كي ما عرفناش اش غيكون دابا اش غادي يكون، ولكن اللي في الراس ديالي انا اللي يعني كيدور لي في الدماغ ديالي بلا ما يعني بلا ما نبقى نخربق ولا والو، بان راه هنا في اسبانيا عندهم شيخوخه بزاف يقدر يفكروا في هذه القضيه هذه باش يجبدوا بنادم، يقدر يفكروا في هذه القضيه هذه بواحد الطريقه زوينه. يعني الناس اللي خلقوا لهم يعني اي طفل خلق في اسبانيا راه هو اسبانيول، يعني عطيو الوريقات والجنسيه، هذا الشيء حنا عارفينه. وكاين بزاف ديال الدول في اوروبا كيديروا هذه القضيه هذه، ولكن هاد الدول اللي في اوروبا كيطلبوا بعض الشروط من والديهم الوالدين هاد الاطفال. غير هو ان شاء الله حنا ما نسبقوش الاحداث، نخليو داكشي للمستقبل والله يسهل على الجميع.